فيروس كورونا القاتل تسجيل إصابات جديدة، والدول الأوروبية ترفع درجة التأهب إلى درجة الخطر المرتفع، خاصة وأن الإصابات خارج الصين تسجل ولأول مرة معدلا بتسع مرات أقل عن المسجل في دول العالم. للمرة الأولى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خارج حدود الصين يتجاوز بتسعة أضعاف الأرقام المسجلة داخلها خلال 24 ساعة. هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية في مؤتمرها الصحفي اليومي، والذي أكدت خلاله إصابة أحد موظفيها المتواجدين في إيران بالفيروس. في ظل هذا الوضع برز استنفار أوروبي ومحاولات حثيثة لتنسيق جهود الحكومات الأوروبية في مواجهة الفيروس، مع تخطي عدد الإصابات في دول الاتحاد الثماني عشر عتبة 2100 حالة بداية هذا الأسبوع. المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع، بمعنى آخر الفيروس يواصل انتشاره. إغلاق مدارس في بعض المناطق الفرنسية وإلغاء معرض باريس للكتاب وإغلاق أبواب متحف اللوفر أمام الزوار، بعض من مظاهر المعركة التي بدأت فرنسا خوضها ضد الفيروس بعد وفاة أربعة أشخاص وتسجيل 130 إصابة مؤكدة، في وقت وصل عدد الإصابات لدى جارتها إيطاليا إلى نحو 1700 وعدد الوفيات إلى 34. لكي تكون معركتنا ضد تفشي الفيروس فعالة، على الفرنسيين جميعا المساهمة فيها، ولو بالأمور البسيطة ولكن الضرورية جدا كغسل اليدين مثلا. في ألمانيا تم الإعلان رسميا عن زيادة حالات الإصابة المؤكدة إلى 150 حالة، وقد دفع هذا الأمر وزير الداخلية إلى رفض مصافحة المستشارة أنجيلا ميركل بسبب خوفه من انتشار الفيروس، وهو قد كان صرح سابقا بأنه لا يستبعد إغلاق مدن بأكملها في ألمانيا لمواجهة تفشي المرض. وفي بريطانيا التي وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة فيها إلى 36، قال رئيس وزرائها بوريس جونسون إنه ورغم التدابير الوقائية التي تتخذها الحكومة، هناك احتمال بأن يصبح تفشي الفيروس في أنحاء المملكة أكثر خطورة خلال الأيام والأسابيع المقبلة. الأوضاع هذه في أوروبا لا تختلف كثيراً عنها في الشرق الأوسط، وإن كانت أوضاع دول المنطقة أكثر سوءاً بطبيعة الحال بسبب ضعف الأنظمة الصحية فيها وقصور الإجراءات الوقائية الفعالة. في إيران بؤرة انتشار الفيروس الرئيسية في الشرق الأوسط، أعلن نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي عن تخطي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 1500 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 66 بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة. دول أخرى في المنطقة انضمت إلى الدول الموبوءة بفيروس كورونا، إذ تم الإعلان عن أول إصابة في كل من تونس والأردن، وهما لتونسي وأردني عائدين من إيطاليا، في وقت أعلنت السعودية بدورها عن تسجيل أول إصابة أيضاً لمواطن قادم من إيران عبر البحرين، علماً أن المملكة كانت قد علقت الأسبوع الماضي السماح بدخول الراغبين في أداء العمرة والسائحين إلى أراضيها بشكل مؤقت. وفيما تم تسجيل حالة جديدة في مصر، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 13 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة لأشخاص مخالطين لإحدى الحالات التي تم تشخيصها سابقاً. إلى القاهرة عمار علي حسن الباحث في علم الاجتماع السياسي ينضم إلي. سيد عمار، أهلا بك معنا في الحرة الليلة. فيروس كورونا القاتل. ينضم إلينا أيضا على طرف الشاشة دكتور مكي يحيى عبد المؤمن، الاختصاصي في علم الفيروسات بالمستشفى الجامعي بليون. أهلا بكم ضيفي الكريمين. عمار، نتكلم تحت هذا العنوان المقلق والمرعب أيضا، يعني تسجيل وفاة ثالثة في ولاية واشنطن الأمريكية، 191 حالة مؤكدة في فرنسا، والأرقام في ازدياد، تفضل. قطعا الأرقام في ازدياد نتيجة أن إمكانات العدوى بهذا الفيروس
متسعة وإمكانيات السيطرة عليه لا تزال قاصرة حتى هذه اللحظة، رغم إجراءات الوقاية الشديدة التي اتخذتها السلطات في أكثر من بلد. الأسباب لا تزال مجهولة، لم يتم الوصول بشكل حاسم إلى هذه الأسباب. العقار أو الترياق الذي يشفي من هذا المرض لا زال حتى هذه اللحظة في طور التكوين وربما يتأخر. كل ذلك يجعل العالم في حالة استهواء شديدة. هناك أيضا البعض من الممكن أن يمرض بالإيحاء، يعني بعض الحالات التي أصيبت بأمراض الشتاء العادية تم الاشتباه بها وإدخالها ضمن الأرقام التي تعلنها الدول كمشتبه بهم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حالة الهلع لدى قطاعات عريضة من الناس، لا سيما في البلدان التي تمارس نوعا من التعتيم الإعلامي ولا تقول الحقيقة لشعوبها، أو في بعض يعني البلدان على 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 ذكر قصة التعتيم الإعلامي دكتور مكي، مصر أيضا توجه لها أصابع اتهام بشكل أو بآخر، إنه حالة واحدة معلنة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا، في حين إنه هنالك مسافرين وصلوا إلى دول أخرى، إيطاليا على سبيل المثال قادمين من مصر، الكويت أيضا على سبيل المثال قادمين من مصر وكانوا مصابين بفيروس كورونا. تحياتي سيدي لكم ولكل مشاهديكم ولضيفكم الكريم من مصر. انتشار الفيروسات أصبحت بكثرة، ما فيش دولة التي تخفي أثر الإصابات سواء كانت مصر أو أي دولة. الجزائر ظهر فيها أول حالة، كان سائح إيطالي فأظهرت هذا، لا داعي لتخفيت. ولكن نحن نعلم بأن مصر لها خبرة كبيرة في ظهور الفيروسات الناشئة مثل فيروس الطيور إنفلونزا H5N1، لها خبرات كبيرة في البحوث في النشر، لكن الفيروس انتشر بكثرة لأن العالم أصبح قرية وأصبح تواصل السياح وتواصل المسافرين، البضائع، رجال الأعمال، رجال السياسة، الطائرات تصير، لم تكن فيه طائرات من المغرب العربي إلى الصين وإلى كندا، أصبحت اليوم هذه الطائرات، والسواح يمرون من مدينة إلى أخرى، من وطن إلى آخر، ومن قارة إلى قارة. فالفيروس أصبح عبر القارات بصفته يتنامى في فصل الشتاء، الخريف والشتاء، ونحن في هذا الفصل في أوروبا. فبعودة سواء سواح أوروبيين كانوا في الصين أو صينيين كانوا يقيمون يعيشون في أوروبا وراحوا ليزور أهلية وعادوا، فبهذا انتشرت العدوى. وهذا ما يدل بأن الفيروس الذي لا نراه عن طريق المجهر يعني، ولكن دكتور مكي ألا يدل حتى أنه إن كانت هنالك أرقام تحاول دول بعينها أن تخفي أرقام المصابين، إنه ربما هنالك أرقام أخرى لمصابين لا أحد يدري عنها، إنه سجلت عشرات الإصابات في إيطاليا، وصل مسافر من إيطاليا إلى فرنسا أو إلى أي دولة أخرى تسجل إصابات في هذه الدولة، يعني هل علينا أن نقلق؟ بالطبع نقلق نوعا ما. لماذا نقلق؟ نقلق لكي نأخذ الاحتياطات. الاحتياطات هي سهلة، لا تتطلب المليارات لكل شخص أو تتطلب مجهود، غسل اليدين كل 10 دقائق 15 دقيقة، عدم القبلة، نغير سلوكنا اليومي، نبتعد عن القبلة، نبتعد عن الاجتماعات العامة في قاعة السينما أو قاعة المسرح أو قاعة الحفلات أو المؤتمرات، كما ألغت فرنسا، أخذت قرارات شديدة منذ يوم السبت، ألغت كل القرارات، أغلقت المتحف اللوفر، أغلقت كل الألعاب التي هي في قاعة مثل ألعاب كرة الأيدي، ألعاب الرياضات، حتى الاجتماعات الكبرى، المؤتمر الملتقى السنوي للفلاحة، وهذه كل التدابير تساعد المواطن حتى ابتعاد عن العدوى. مثلا إغلاق المدارس، كل طفل أو أب أو أستاذ في مدرسة ظهر عليه الفيروس أغلقت المدرسة بأكملها إذا ظهر إنسان، وهذه إجراءات سهلة في نفس الوقت. لكن حتى لا نقلق مشاهد إذاعتكم الشاشاتكم الكريمة، هو بأنه هذا الفيروس له غلاف، وبما أنه غلاف
أو غلاف، فهو سهل للقضاء عليه إلا بالغسل بالصابون. طيب. أو بالكحول يعني ولكن هنالك دكتور، هنالك أشخاص كما ذكر قبل قليل عمار إنه ربما لديهم إصابة بإنفلونزا عادية أو ببرد عادي في فصل الشتاء، ودعني أنقل هذه إلى علم الاجتماع السياسي لو سمحت للدكتور. مسألة الوصمة سيد عمار، إنه الآن هنالك وصمة أصبحت مصاحبة لفيروس كورونا. قطعا هذه الوصمة يعني نعتت بها الصين باعتبارها أصل الداء، يعني الصورة الكبرى التي صنعتها الصين على مدار عقود من الزمن كدولة منتجة تنافس في حقل التجارة العالمية وتسعى لتكون في صدارة النظام الدولي وتخوض حربا تجارية ضد الولايات المتحدة الأمريكية ولديها قدرات عسكرية كبرى صاعدة، الآن أحشاء الصين خرجت إلى العالم باعتبارها الشعب الذي لا زال يعيش تقاليد سنوات المجاعة. الصين ضربتها مجاعات على في قرون طويلة، آخرها في أيام ماو تسي تونغ التي أدت إلى أن يأكل الناس الحشرات والحيوانات التي لا يستسيغها أقوام آخرون في مختلف أنحاء العالم. هذه الصورة برزت الآن إلى السطح مرة أخرى، فإذا البريق الكبير الموجود في بكين، في شنغهاي، في المدن الكبرى، في حتى يوهان التي ضربت كانت مدينة للتكنولوجيا والصناعات الإبداعية. يعني هذه الصورة ولكن تغيرت قطعا ورميت بالوصمة. سيد عمار، إنه الآن الصين تسجل معدل إصابات أقل من معدل الإصابات المسجلة في العالم، أقل بتسع مرات، هذه هي المرة الأولى. إنه يعني فيما ينجح الصينيين في احتواء المرض، فيما ينجح يعني هنالك انتشار للمرض خارج الصين. قطعا الصين نشأ فيها المرض، نعم، ومنها قد يكون انتشر إلى أكثر من دولة في العالم كما نرى، لكن طبيعة الإدارة الصينية الصارمة، النظام السياسي اللي فيه قدر من التحكم الشديد في إدارة الأمر، هذا النظام هو الذي استطاع أن يطوق الأزمة الآن، لأن هذه الأزمة بدايتها ليست الآن، إنما سياسات النظام القديمة أيام ما أجبر المزارعون على العمل في الصناعة وترك الزراعة، فجاع الصينيون وأكلوا الحشرات، ربط هذا بذاك. فإذا كانت السلطة الممتدة في الصين للنظام الشيوعي قد وضعت بذرة هذا الوباء قبل عقود من الزمن، طيب، والآن ظهرت هذه البذرة، فعليها بالطريقة ذاتها وبالاتجاه المعاكس، دعني أكمل في هذه النقطة مع دكتور مكي، أن تعيد التحكم مرة أخرى. مسألة أنه نعم. هل يعني أنه الآن عدد الإصابات تعليق سريع، أنه عدد الإصابات بدأ يسجل انخفاض في الصين، أنه على الدول أو علينا أن نقتدي بالصين في الإجراءات الصارمة التي اتخذتها؟ السيد الكريم، لو سمحت أعلق على الأستاذ الكريم، أنا لا أوافقه، لأن الصين تطورت تطورا هائلا وكبيرا، وببداية هذا العدوى أسست مستشفيات، أسست وقاية، أسست، أخذت يعني قرارات صارمة لاحتواء هذا الفيروس، وما يدل على أنها تمركزت وحققت نجاح بأن العدوى، لأنه نعرف نحن العدوى عند الميكروبات يكون لها حد، ترتفع إلى حد أعلى، ومن ثم تبقى متساوية على مدة تقريبا بضعة أسابيع وتبدأ في الانخفاض، وهذا ما قلتم أنتم حاليا بالتفسير. لكن العدوى بدأت تكثر في أوروبا، إيطاليا من حالة إلى 10 إلى ما يفوق 1000، إيران كذلك، عدد الوفيات في إيران كذلك يتزايد، لأنه العدوى عندما تبدأ من أول تبدأ تنمو حتى تلحق إلى مداها. ونعرف بأنه نحن هذا الفيروس في كورونا هو يتبع إلى عائلة الكورونا فيريدي التاجية، فيروس التاجية، مثل فيروس الأنفلونزا، مثل عدة عائلات تنمو وتكثر في هذا الفصل الشتاء. وأنا حاليا آتي راجع، يعني أحدثكم من أنا راجع من المخبر، فحص تقريبا 150 تحليل اليوم في فيروس الرينو فيروس، 160 نوع من الفيروس، انفلونزا الف، انفلونزا باء،
الميتابنومو فيروس، الفي ال اس، الادينو فيروس، كل مرضى مصابين كما قلتم تفضلتم سيدي الكريم بان في عده فيروسات اخرى تعطي نفس الاشارات والعلامات المرض في الجسد، السعل، الكحه، الالتهاب، الحمى كذلك. فلا نبالغ في في في, في النظره. مثلا المارس لا يعني هي النقطة، لأنه محورنا الرئيسي سيد الكريم أنه مسألة الشفافية، أنه والصين في البدايات وقعت ربما في غلطة تقع فيها الآن بعض الدول بشكل أو بآخر، أنها تجاهلت الأمر، حتى الطبيب الذي كشف عن الفيروس تم تجاهله، ويعني أعلنت وفاته قبل أيام بفيروس كورونا. أنه هل على الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا، إيران على سبيل المثال التي هنالك خشية من أن الأرقام فيها الأرقام المعلنة غير حقيقية، مصر أيضا على سبيل المثال، عليها أن تتعامل بمبدأ الشفافية والصرامة التامتين؟ نعم، هذا أجل لأنه في معاهدة مع الأمم المتحدة. و فقدنا الاتصال مع دكتور مكي، سنحاول العودة إليه. عمار، في ذات الإطار، إنه مبدأ الصرامة ومبدأ الشفافية. الشفافية ضرورية لأن هذا الفيروس ليس من صناعة أي سلطة محلية في أي دولة، ومن ثم لا حرج عليها إن أعلنت وتحدثت بشكل واضح لحماية شعبها. هذا أيضا يعني يعطيها مصداقية. أنا أعطيك في العالم مثال بمصر، ويغلق الباب أمام الشائعات، إنه في الوقت الذي تم فيه دول كثيرة حضرت الطيران إلى الصين، هنالك طائرة بها قادمون من الصين حطت في مصر، إنه المسألة لديها علاقة بالبعد الاقتصادي، ببعد السياحة، أكثر من بعد. يعني هذا تفكير في اتجاه، لكنه إذا كان على حساب الوقاية وعلى حساب الحماية بالنسبة للناس سيؤدي إلى نتائج عكسية وبشكل سريع. مصر من أول الدول اللي تحدثت في هذا الاتجاه وأنشأت مستشفى للحجر الصحي في مرسى مطروح، وقالت وقتها أن عددا من القادمين من الصين تم حجزهم في هذه المستشفى والكشف عليهم كشف دقيق، ووجدوا أنهم غير مصابين. وهكذا ترك الأمر بعد ذلك بدون إعلان للحقائق، ترتب على هذا أن نمت الشائعات، وأصبح الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا وجدوا شخصا مصابا بالإنفلونزا العادية يشخصونهم من تلقاء أنفسهم باعتبار يحمل فيروس كورونا. هذه الطريقة في إدارة المفاهيم الخاطئة، الطريقة الإعلامية المفاهيم الخاطئة عند الناس، والطريقة أو الإدارة الإعلامية السيئة عند الدولة أدت إلى أن أصبح العالم الآن أو بعض الجهات في العالم لا تصدق الروايات الرسمية، رغم أن مصر كانت من أوائل الدول التي تحدثت. دعني أعطي الكلمة في دقيقة أخيرة لدكتور مكي في هذا الاتجاه. دكتور مكي، قبل انقطاع الاتصال كنا نتكلم عن مسألة الشفافية والصرامة في التعامل مع الفيروس. يعني الآن الإمارات قامت بإجلاء مواطنيها في إيران، هنالك إغلاق للمدارس، المملكة العربية السعودية مسألة العمرة ومسألة زيارة الأماكن المقدسة. يعني طبيعة الإجراءات التي لا بد من اتخاذها بالنسبة للدول، طبعا بالنسبة للدول هي يعني إيقاف الاتصال بكل الدول التي فيها البؤر الكبيرة ظهرت تماما. أوائل من الذي طلبوا من خادم الحرمين إيقاف الاتصالات مع الصين أولا حتى لا يكون فيه معتمرين حاملين الفيروس، وهذا إجراء شديد لأنه لا قدر الله لو تقع إصابات في العمرة فتكون كارثة. الدول ليست في الدول حاليا تعطي الاتجاهات والقرارات أنه كل الممرضين والأطباء إخضاء القفازات والأقنعة على الأنف لكي حتى لا يعدوا أنفسهم ولا يعدوا المرضى أولا. ثانيا عدم المسافرة، إلغاء كل مؤتمرات والملتقيات الكبيرة، مؤتمرات عالمية أو ملتقيات أو القمة العربية على سبيل المثال تم إلغاؤها، القمة العربية، سواء المؤتمر العربي، القمة الإسلامية، الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، أي ملتقيات تلغى، وحتى خاصة المهرجانات التي تقع في قاعة مغلقة.
إذا كان رياضة الكرة كرة القدم. أنا لم يتبقى لي الكثير من الزمن، يعني ربما الخبر الجيد دكتور إنه عدد الوفيات أو نسبة الوفيات في الأصحاء تقل عن 1%، يعني إلى متى سيستمر هذا القلق من فيروس كورونا باختصار شديد في رأيك؟ يستمر هذا القلق ما دام يتماشى ويعدي شعوب ودول أخرى. لا أنا أتكلم من ناحية علمية، يعني هل هنالك تقديرات أن الفيروس سينحصر؟ على السؤال من ناحية علمية أطمئن المشاهد الكريم بأنه غلاف الفيروس الذي هو عنده غلافه، بروتينات الفيروس ومكونات جينات التي تعطي بروتينات الفيروس لم تتغير، وحاليا مخابر كبيرة وعديدة في أوروبا في أمريكا في أستراليا تحضر للقاح، وهذا اللقاح سوف يكون موجود على بضعة أشهر. لماذا؟ لأن الخطر سوف يكون للسنة القادمة لموسم الشتاء القادم، بماذا أنه الفيروس تنمى وتكثر هذه السنة الأولى مرة الأولى، ربما كما فيروس الأنفلونزا إن أتى في السنة القادمة وانتشر بكثرة سوف يكون قاتلا، وهذا عندنا العلم في مثلا فيروس مضطر للمقاطعة دكتور مكي يحيى عبد المؤمن اختصاصي علم ودراسة الفيروسات في جامعة ليون، مضطر للحديث بقية سيدي الكريم بالتأكيد. عمار علي حسن الباحث في علم الاجتماع السياسي، شكرا لكم.